مكملين مع حضراتكم تغطيتنا المستمرة عن إحباط الهجوم الإرهابي في منطقة غرب سيناء. ينضم إلينا الآن الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح الخير أستاذ غدير. أهلا بحضرتك ست النا. قل لنا يا فندم، يعني في البداية قراءتك ورؤيتك لهذا المشهد البائس ربما لأهل الشر أو للجماعات الإرهابية، هل يلتقطون النفس الأخير؟ ما هو تحليلك وقراءتك لهذا الأمر؟ أولاً طبعاً خالص العزاء لكل الشعب المصري، مش بس الأسر الضحايا في هذا الحادث الخفيف والأليم والإرهابي والإجرام. القراءات متعددة بطبيعة الحال، أسرع مستمر وموجود في مصر، كل المصريين مش بس الجيش والشرطة وهذه الفصائل الإرهابية. بطبيعة الحال كل من يتابع يعني سياق المواجهة بين مصر والإرهاب طوال السنوات الماضية، خصوصا من الفترة من 2013، علينا احنا نتذكر حاجة واحدة بس. يوم 3/7 لما المصريين خدوا القرار وشالوا الإرهابيين والظلميين من الحكم، ثاني يوم بالضبط يوم 4/7 حصل هجوم شامل بأسلحة نوعية، منها صواريخ مدن على مراكز شرطية ومراكز القوات المسلحة ومراكز الدولة المصرية. ده تاريخ مهم للغاية عشان تقدر تعرف من يستطيع أن يقف وراء هذه الهجمات أو من هو المستفيد من ده. المستفيد. وأنا أتذكر بطبيعة الحال الكلمة الشهيرة للقيادة الإخواني محمد البلتاجي على الناصف 4، لما قال بوضوح جدا في اليوم اللي يرجع فيه الإخوان للحكم هينتهي الإرهاب في سيناء. دي نقطة مفصلية. حصل تطور رهيب جدا، الإرهاب وصل ذروته في 13 14 وبدهم 15، ثم بدات الدوله المصريه تواجهه بقوه شديده جدا، ومن وقتها حصل فيه هبوط يعني مستمر في مستوى العمليات الارهابيه لحد ما وصلنا في الشهور الاخيره تقريبا. صحيح. لم تكن هناك حوادث حقيقيه باستثناء بعض الحوادث الفرديه هنا وهناك، لكن الآلة الأساسية للإرهاب، العمود الفقري للإرهاب، تم ضربه بقوة وشجاعة ومن القوات المسلحة المصرية والشرطة والمجتمع المصري اللي ساند ده كله. والنتيجة ان احنا في الفترة اللي فاتت، لو حد تابع الجرايد كويس والإعلام هيكتشف انه عودة الحياة لمعظم طبيعتها في مناطق سيناء، الاسواق اتفتحت، المدارس الجامعات، كل ده رجعت الامور بدات تبقى طبيعيه. واهالي سيناء بيو كمان يعني هم الذين تحملوا الجانب الاكبر من التضحيات، بيو اكثر شجاعه في مواجهه الارهاب، وعدد حتى من اظن من كان يفكر في التعاطف او مع الارهابيين بدا يكتشف يعني زيف دعاوه. وبالتالي اي يعني قراءه منطقيه هنكتشف انه حصل تراجع، لدرجه ان احنا سمعنا من يعني اكثر من مسؤول انه سيتم قريبا الاعلان عن اعلان سيناء خاليه من الارهاب، خصوصا بعد نزع الابوات الناسفه التي تركها الارهابيون في بعض الطرقات. فبالتالي نعم، الارهاب لفظ لا اقول انه انتهى، لانه للاسف ما زال موجود حتى لو كان عبر الديوب، لكنه تعرض لضربه شديده. وظني ان الحادث الاجرامي الذي وقع بالامس سيكون يعني تاثيره سيكون اخطر على الارهابيين وليس على المجتمع المصري. طب حضرتك قلت ابحث، حضرتك قلت ابحث عن المستفيد يا استاذ عماد، من هو المستفيد؟ جمله مهمه. نعم. جدا لازم نقف يعني عندها. اتفضل. يعني بالصدفة أنا مقالي في الشروق غدا إن شاء الله هذا عنوان، المتهمون الثلاثة في حادث الإرهابي، في حادث غرب القناة الإرهابي. أيوه. في ثلاث مستويات أو ثلاث أطراف أساسية. الطرف الأول بوضوح شديد هو الذين ضغطوا على الزناد، وهؤلاء مجرد أدوات صغيرة مكلفة مغيبة، يعني أدغتهم مغسولة تماما، يعتقدون ان عدوهم هو المجتمع المصري من شرطه وجيش واي مصري عموما لا يوافق على افكارهم. هؤلاء يعني مغلوبون على امرهم في ظن الشخصي ومخطوفون ذهنيا. وهؤلاء يعني الطرف الثاني هو التنظيمات نفسها، القاده التنظيمات الذين يشغلون هؤلاء ويدركون تمام الادراك انهم صاروا ادوات اكبر في ايدي اجهزه امنيه ودول اجنبيه، ويستفيدوا من هذه العمليات، لانه
توقف العمليات يعني القضاء على مهنتهم الأساسية. لكن سيادة النائب، في ظل الوضع العالمي المحتدم ويعني الوضع الاقتصادي الصعب دوليا، مسألة وقوع حدث إرهابي في هذا التوقيت أزمة يعني اقتصادية، حتى من يمول هذا في ظل يعني وضع عالمي محتدم اقتصاديا بهذا الشكل؟ يعني أما يعني لم يأن الأوان لهذه الدول أو الأنظمة المموله لهذه الجماعات الإرهابية لأن تدرك أن هذا الإرهاب سيطال الجميع؟ نعم، يعني سأكمل فقط إذا استأذنت حضرتك في الأطراف المستفيدة وسأجيب على السؤال في ثنايا الإجابة. بكل تأكيد، تفضل يا فندم. الطرف الثاني نفسه هو قادة التنظيمات الذين يدركون أنهم يعملون لمصلحة قوى أجنبية، وأنهم إذا توقفت عملياتهم تنتهي مهمتهم، وبالتالي يعني يتم مطالبتهم أكثر في المنافي الذين يطردون منها يوما بعد يوم بحكم تغير المصالح. الطرف الثالث هو هذه القوى الكبرى التي يعني لا يهمها ولا تكون سعيدة حينما تكون مصر قوية، حينما تتمكن مصر من القضاء على الإرهاب. نتذكر أيضا في بداية هذا الإرهاب بعض الدول التي تقول أحيانا أنها صديقة لنا رفضت أن تزودنا بخطة غيار مهمة لبعض الأسلحة التي تستعمل في مطاردة الإرهابيين فقط وليست حتى الأسلحة الكبرى، مما كان يلقي بظلال كبيرة من الشك على من هو المستفيد ولماذا يعني من مصلحة بعض هذه الدول أن ينشط هؤلاء الإرهابيين، رغم أن هذه الدول تقول كل لحظة أنها يعني ضد الإرهاب وأنها شكلت تحالفات كثيرة لمحاربة الإرهاب. ثم اكتشفنا أن الإرهاب خصوصا الإرهاب القاعدة وداعش في العراق وسوريا كان في مصلحة هذه القوة كفزاعة ل يعني استمرار المنطقة، وأدركنا بوضوح يعني إسرائيل كانت أحد الدول الكبرى التي استفادت من الإرهاب وقادت بعض هذه الفصائل الإرهابية دخلوا إلى إسرائيل وعولجوا في مستشفيات إسرائيلية حينما طردتهم القوات السورية. هذه هي الأطراف الثلاثة. من يمول؟ طبعا هناك كثير، يعني نعرف بوضوح شديد جدا ونعرف من الذي دفع ومن الذي استفاد. هل هناك تعارض ما بين الأزمة الاقتصادية وقدرة هذه الدول على التمويل؟ لا أظن أن هذه مشكلة. يعني يكفي يعني بضعة ملايين متوفرة في أكثر من مكان اللي زعزعت استقرار دولة كبرى مثل مصر لن تكون مشكلة حتى لو كانت هناك أزمة اقتصادية. لكن الذي سيادة النائب يمكن دي استراتيجية جديدة للضغط على الدولة من الناحية الاقتصادية، ونحن نواجه كما يواجه العالم كله يعني هذه الأزمة العالمية الاقتصادية بسبب ما يحدث من الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبله تداعيات فيروس كورونا. نعم، بطبيعة الحال يعني الحادث إجرامي وخسيس ويمكن نعته بكل الأوصاف، لكن أنا أتصور في كل حادث هناك يعني ثمة فرصة يمكن الاستفادة منها. المجتمع المصري من لديه شك في هذه النوايا العدوانية والإرهابية والإجرامية لهؤلاء الإرهابيين أنا أظن سوف يكتشف أو سيدرك أنه لا أمل في هذه التنظيمات وهذه الكوادر وهؤلاء الإرهابيين، وبالتالي من حيث أرادوا هم الإساءة إلى صورة مصر وإظهارها أنهم موجودون وقادرون على الاستمرار، هم أيضا يعني أضروا يعني أو أعطوا المصريين حقيقة جديدة ومؤكدة أنه لا أمل فيهم على الإطلاق، وأنهم يعني اختاروا هذا الطريق ويعني لن يعودوا عنه أبدا. أدمغتهم غسلت سواء كأفراد أو تنظيمات، وبالتالي هذه نقطة مهمة للشعب المصري لكي يتأكد من حقيقة هؤلاء الإجرامية والإرهابية. احنا متفقين تماما ان في حالة من الاصطفاف الوطني بعد يعني عدد من التسجيلات اللي تم إذاعتها خلال شهر رمضان واللي أكدت فعلا تآمر أهل الشر على مصر والمصريين وعلى حالة الحالة عموما قبل 2013. طيب أستاذ عماد، أنتقل بحركة نقطة تانية. العالم يعني أقتبس من زميلتي الأستاذة هدير ما قالته أن العالم دلوقتي ربما في أزمة اقتصادية، كورونا وبعد كورونا تداعيات الروبل والدولار، وما تم ضربه أو تم استهدافه أيضا هي يعني تعتبر منطقة اقتصادية، يعني مش هنقول هي عسكرية قوي، هي كانت محمية بقوة عسكرية ولكن هي منطقة رفع مياه. هل هناك رسالة يريد هؤلاء توجيهها في هذه الأزمة الاقتصادية بضرب منطقة ربما لوجستية أو مهمة لأهل سيناء؟
بطبيعه الحال هم يعني لا يخفوا اجرامهم، يعني بعض التنظيمات الارهابيه التي كانت تحارب كانت يعني تحصر اعمالها في مراكز او مناطق او افراد عسكريين، لكن هذه التنظيمات الارهابيه يعني من الغباء والحماقه والجهل انها حتى لا تفرق بين الاهداف العسكريه واهداف المدنيه، بمعنى اخر هؤلاء لم يخفوا نيتهم اطلاقا في استهداف كل ما يمس للحياه بصله في سيناء وفي مناطق اخرى، نتذكر انهم حاربوا يعني كانوا يستهدفون السيارات وعربات النقل التي تنقل الاسمنت الى سيناء لبناء المدارس والمستشفيات والعمارات، هم يحاربون الحياه وبالتالي هم يكرهون الحياه ايضا، وهذه نقطه مهمه للغايه يعني انهم يكرهون الحياه و يعني لا يفرقون بين اي اهداف مدنيه واهداف عسكريه، هم يدركون ايضا ان اي مظاهر للتعمير للتطور للنماء تصب في النهايه ضدهم، وبالتالي بالنسبه لهم ان تكون سيناء خاليه، ان تكون سيناء بلا مشروعات هذا مفيد لهم، وعلينا في هذه الحاله طيور الظلام. ايوه تفضل. لا، من هو الطرف الذي يستفيد بالزبط من وجود سيناء بهذا الشكل؟ هذه نقطه خلية مهمه. صحيح. من الذي يستفيد من ان اسرائيل ما تكونش مستقره؟ من الذي يستفيد ان ما يكونش فيه عمران بشري ومستوطنات بشريه في سيناء؟ هذا يعني اظن ان الصوره واضحه حتى تكتشف العلاقه بين العميل الاصغر او الاداه الاصغر وبين المشغل الاكبر. يعني هناك ربط، يعني في النهاية لو في رسالة محددة عايز تقولها باختصار يا أستاذ عماد تقول إيه؟ يعني من المستفيد ولا تتكلم على الأزمة الاقتصادية ولا تتكلم على استهداف نقطة المياه؟ تحليل حضرتك في نقاط محددة. التحليل الأخير أنه على الناس، على كل المصريين، على من ما زال في عقله أن دول الناس طبيعيين يدرك أن هذه كائنات إرهابية لا أمل فيها، نمرة واحد. نمرة اثنين أنه يدرك ان هناك قوى واطراف خارج اقليميه ودوليه ليس من مصلحتها ان تستقر مصر، حتى لو كانت ليس من مصلحتهم ان تقع مصر لا قدر الله. وبالتالي الدرس الرئيسي انه كلما كان هناك اصطفاف اكبر للمصريين كلما ضربت هذه التنظيمات، ان الحديث عن حوار سياسي اصاب هؤلاء في مقتل، وبالتالي اظن انهم كانوا يصوبون رصاصاتهم على الحوار السياسي، وهذا يشجعنا اكثر ويعطينا درس مهم جدا، كلما انفتحنا اكثر، كلما تحاورت مصر حكومتها ومعارضيها وسياسييها المدنيين، كلما كان ذلك ضربات قويه في صدر الارهاب. ويمكن يا استاذ عماد ده كان يعني متضح بشده في افطار الاسره المصريه، في يعني حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود كل طوائف الشعب المصري لا اقصاء لاحد. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ على وجودك معنا يا فندم.